هديك يعني بعض الأسئلة كده وردود سريعة. نمرة واحد، شايف إن اتحاد الكورة لازم تكون قوي، تقول رأيك بقوة، تتمسك بيه طبعا، ولا الأمر شورى؟ خصوصا ان ما هو في الحالتين في بعض الاصوات بتبقى عالية، يعني نديك مثلا كابتن مجدي عبد الغني صوته عالي جدا، صوته عالي جدا وتلاقيه يعني يعني عايز لا. لا مش مسيطر، عايز يعني يتخذ القرار حتى لو طبعا. ما انا هقول لك حاجه، انا عايز اقول لك حاجه، دايما دايما انا كحازم مثلا لو ليا راي معين في حاجه بفضل مصمم عليه واكلم فيه بشكل عام، وساعات في حاجات كتيره الناس بتبتدي تاخد وجهه نظرك لو انت تكلم بعقلانيه، ما هو لازم في الاخر يكون في عقلانيه في الامور. وفي حاجات ممكن ابقى انا شايف والله لا في 3 4 اقنعوني، حسب حسب الفكره وحسب الموضوع. ما تخش انت في موضوع الاستبدال، انا عارف اكيد طبعا هتخش على موضوع الاستبدال. طيب موضوع الاستبدال عشان برضو الناس تبقى فاهمه، الموضوع ده زي ما بقول هو من أسوأ القرارات اللي اتخذت في كرة القدم، مش عشان القرار الاستبدال، عشان الظروف المحيطة بالقرار، ان كان لازم القرار ده يبقى كلنا موجودين. صحيح، واحنا كنا حوالي 3 4 مش موجودين في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ مسافر، وكابتن كرم والدكتور كرم كان مسافر، وخالد لطيف كان يعني كان في مصر بس ما حضرش تقريبا، والدكتور صحر ما كانش موجود. فده اللي بتكلم فيه، ان القرار زي ده كان لازم يستنى علينا كلنا، فاهم؟ لازم نستنى ويتخد قرار، حتى لو احنا كان برضو صوتنا مش هيدي لان الستة كانوا اكتر مننا، ماشي فاهم؟ هو ده اللي بتكلم فيه. بس انت المهم ان انت تبين الموقف ده عشان ايه؟ لو حصل تاني موقف تبقى الناس عارفة رد فعلك، تبقى عارفة لا ده حازم ما بيسكتش، حازم طلع قال، حازم اتكلم، حازم بيقرفنا، حازم بيزهقنا، ما ينفعش يفضل. يبقى هيبقى الموقف عشان احنا لسه في الاول، كل خلي بالك احنا في اول 6 شهور 7 شهور، فلسه في الاخر في الاول الناس مش فاهمه بعض، او الناس مش عارفه كميه بعض. يقول لك مثلا لا مش هيتكلم، لا هيتكلم. القرار ده سليم ولا لا؟ بص قانون يعني كفيفا وقواعد هو ما فيهوش مشكله، بس انا بك انا يعني لو بدأت على الانتقالات الزوم. لا بتكلم على الانتقالات يعني عامة. لا طبعا، لا انا معاك، انا معاك طبعا. انا وجهة نظري ما دام ابتديت بقائمه بلائحه لازم تنهي بنفس اللائحه، ده وجهة نظري انا. صحيح، يعني حتى هتلاقي بطولة افريقيا اللي فات مثلا لعبنا فيها اللائحه ان ما فيش لعيبه اللي 21 و22 هم 22، جاله رباط صليبي، جاله مات، هم 22 مش هتبدل. صح؟ صحيح. مش جالنا مروان 14 لعيب، انا قلت كده، ما لعب واحنا ما جبناش حد في بطولات تانية بتسمح بالاستبدال. فده اللي انا وجهه نظري كده، وده اللي مثلا السنه الجايه اوروبا تقريبا ما فيش حاجه اسمها قايمه، لا ما فيش قايمه بتشتغل يعني انت عايز تغير دي ولا وتغير 40 براحتك، ممكن يبقى قاعدين بره ناس كتيره جدا قاعده مش مشكله، وتاخد من تحته ما فيش مشكله. اللي انا بتكلم فيه بقى هي المشكله ايه اللي حصلت، ان مش احنا اللي عاملين اللائحه، فعشان كده كان في اعتراضات من جوه المجلس ان اللائحه دي غلط، مثلا لائحه الدوري مش احنا اللي عاملينها، المجلس القديم. صحيح، لكن انا اللائحه الجايه مثلا او الدوري الجاي ده اللي برضه لازم اللي يبتدي بيه ننهي بيه. انا ما اعرفش لسه عامله ازاي، انا طبعا هنناقشها مع الانديه، بس انا بتكلم فيها خالد، مش كل حاجه انت عايز تعملها فتحصلت يبقى انت جامد، ومش كل حاجه يبقى انت ضعيف. لان مثلا واحنا بنختار مثلا المدير الفنيين للمنتخب، طب مثلا في حاجات كتير انا كنت مصمم عليها وقدام كابتن مجدي وقدام مش عارف مين ورضخوا ليا مثلا، أو مش رضخوا بس قصدي يعني الكلام بتاعي، ابقى انا اطلع اقول لهم انتوا انا اجمد منكم يا جماعه، انا مشيت كلامي عليكم. الامور لا تضرب كده، ان انت مشيت كلامك او انت ما مشيتش كلامك، هو بالعقل يعني.